استوديوهات ساعة شباب، هذه تحية مسائية مني أنا لمياء غالب لكل اللي انضموا لمتابعتنا في هذه اللحظات في بداية حلقة جديدة أحداثها وتفاصيلها بتوقيع الشباب وعناوينها جاءت على النحو التالي. بحضور محافظ جدة مراسم الختام وتتويج الفائزين في رالي جدة. لكل الكتاب الشباب، كيف يمكن تحويل الرواية لعمل مرئي مع الدكتورة شيماء الشريف. شخصيات الأنمي والألعاب والكوسبلاي تبهر الزوار في معرض جدة للكتاب. وبوسم شكرا لغتنا العربية، تفاعل كبير مع اليوم العالمي للغة العربية. أهدى رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ أغنية جديدة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بمناسبة اليوم الوطني القطري واختتام فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 واللتين توافقان اليوم الأحد. الأغنية التي حملت اسم المجد لك من غناء الفنانين عبد المجيد عبد الله وفهد الكبيسي وألحان نواف عبد الله. وطبعا بهذه المناسبة نرفع أسماء آيات التهاني لسمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجميع أفراد الشعب القطري الكريم. المجد لك والعز عزك يا تميم، ويديم ربي عزك ويحمي قطر، لك السيادة والقيادة يا زعيم، حتى بلادك أصبحت مصدر فخار. المجد لك والعز عزك يا تميم، ويديم ربي عزك ويحمي قطار، لك السيادة والقيادة يا زعيم، حتى بلادك أصبحت مصدر فخار. قطار لها العز المجد العظيم، الشامخة من برها إلى البحر، تاريخها مبهر من العهد القديم، تسبق زمنها دوم في شتى الصور. مجدك والعز عزك يا تميم، يا تميم ويديم ربي عزك ويحمي قطار، لك السيادة والقيادة يا زعيم، حتى بلادك أصبحت. توج صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة بمدينة الملك عبد الله الرياضية أمس الفائزين بسباق رالي جدة بحضور طبعا صاحب السمو الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. وقد حقق السائق السعودي يزيد الراجحي لقب رالي جدة 2022 في الجولة الرابعة، وذلك بعد تسجيله أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الثانية التي أقيمت طبعا يوم السبت وطولها 131 كيلومترا. كما أيضا فاز الدراج أنس الرحياني بلقب فئة الدراجات النارية، بينما توج هيثم التواجري بلقب الدراجات النارية رباعية العجلات. ونحن أكيد نقول لهم ألف مبروك الفوز. إلى فعاليات موسم الرياض الذي امتد إلى سوق الزل والذي يجمع بين التاريخ والحضارة بطابع سعودي أصيل، ما هي مشاعر رواد السوق؟ طبعا هذا ما نشره حساب الموسم.
مقر محمد المجاهد. كنا بالسوق الشمالي قبل دكاكين طين وبعدين جينا هنا. والله لنا طال عمرك أول ما هناك 15 سنة نبقى في الجامعة الكبير، وبهذا لنا 45 سنة. عبد العزيز بن صالح بن طلحة، سوق السجاد لنا يجي 50 سنة. كانت مهنتي من الوالد وأنا صغير أجي أبيع معه واشتري. زوار خاصة أول كان الأجناب خاصة الأوروبيين، والحين فيه سعوديين إلى الحين عندهم عشق للسجاد القديم. جاتنا نشوة كبيرة في سوق الزلة، أول ما يدري أحد عنا أنه في سوق الزلة هنا، بس من عقب ما جانا موسم الرياض عرفنا على ناس واجد. أنا أحمد بن محمد بن حسن الزهراني من محبين التراث بالمملكة العربية السعودية، لي الآن ما يقارب أكثر من 40 سنة كلها في مجال التراث. طبعا أنا دخلت السوق كحب للتراث. والله بالنسبة للأقدمية عندي أشياء قديمة كثيرة. أول شيء الصحن هذا، هذا من مقتنيات قصر الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. أشكر المسؤولين بهيئة الترفيه لأنهم أضافوا لسوق التراث إضافات عظيمة جدا. لشدة حساسيتها تحفظ داخل خزنة ولا تفتح إلا مرة كل 5 سنوات، طبعا تحت إجراءات مشددة. معلومات حول وزنة الدولة، هذا ما يحكيه المهندس نواف الشمري في تقرير مميز نشر حساب التواصل الحكومي، نتابع. تدرون أن للدولة وزنة، وهي الوزنة الوحيدة المستخدمة في عمليات القياس، محفوظة في المركز الوطني للقياس والمعايرة في خزنة، ولا تفتح إلا كل 5 سنوات مرة تحت إشراف فريق مختص وبإجراءات مشددة. وش الوزنة؟ هذه وزنة تساوي 1 كيلوغرام، وهي نسخة مطابقة للنسخة المحفوظة في الخزنة. هذه تطلع نص كيلو خلاص، لازم موزين في الملك كلك تصير نص كيلو حتى ما كانت صحيحة، لازم نعتمد عليه أن هذا الصحيح. نحفظ هذه الموازين في أماكن مخصصة ومهيئة، تعرف المادة أي حرارة أي ظروف أي حكة تأثر عليها، فإذا هذه تأثرت كل موازين ثابتة تتأثر بالمملكة مهما كان، يعني حتى مستخدم في المختبرات، مستخدم في العلاجات، في الأدوية الطبية، في أي شيء بيتأثر. دائما ننزل الأسواق ونروح محلات الذهب وننزل كذلك المحطات الوقود، لكن هل في مرة تساءلنا هل هذا الميزان قاعد يحسب لي بشكل صحيح وسليم؟ هل المضخة قاعد تعطيني كمية صحيحة؟ مهمة المهندس الميداني هو التأكد أن مضخات الوقود الموجودة في محطات الوقود وكذلك الموازين الموجودة في الأسواق التجارية تقرأ بشكل صحيح، تعطيك قراءات صحيحة. نزلنا الميدان نتأكد من دقة أداة القياس واللي هي مضخة الوقود، ناخذ 20 لتر كتدفق أعلى اللي هو يسمى 3 طقات، وناخذ كذلك التدفق الأدنى طقة واحدة. بعد ما نتأكد من كمية صحيحة وسليمة نتأكد من الأماكن التعديل جوا، نختمها في أختام الحماية لنمنع أي تلاعب، نمنع أي تعديل ممكن يكون داخل مضخة الوقود. بالنسبة لمحلات الذهب، كيف نقدر نتأكد أن الميزان يحسب بشكل صحيح ودقيق في عمليات التبادل التجاري، في عملية البيع والشراء؟ طبعا نقدر نتأكد. اليوم يوم مميز لأننا نحتفي اليوم باليوم العالمي للغة العربية. طبعا نشرت وزارة الثقافة على حسابها هذه التغريدة، لغة الثراء والغزارة وأعمق مفردات العبارة، شكرا لغتنا العربية لكونك بحرا غزيرا من أدق المعاني والكلمات. وطبعا تفاعلا مع هذه اللغة العربية العظيمة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع والصور، ولكن خلونا نتابع أول فيديو وزارة الثقافة ونرجع لكم.
صراحةً فيديو جميل ويعبر عن معاني مفردات لغتنا العظيمة اللغة العربية. وأنا صراحةً شدتني الكثير من الفيديوهات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تفاعل روادها. ولكن في فيديو شدني أنا شخصياً ويبين لنا الإبهار والجمال في هذه اللغة. الفيديو للمهندسة المعمارية مرام والملقبة بفتاة النرد. خلينا نتابعه. غدا وحيا بالسلام، رمى عذولي بالسلام، أشار نحوي بالسلام بكفه المخضب، بالفتح لفظ المبتدي والكسر صخر الجلمدي، والضم عرق في اليد قد جاء في قول النبي. تيم قلبي بالكلام وفي الحشا منه كلام، فصرت في أرض كلام لكي أنال مطلبي. بالفتح قول يفهم والكسر جرح مؤلم، والضم أرض تبرم لشدة التصلب. صبت بأرض حرة معروفة بالحرة، فقلت يا ابن الحرة ارثي لما قد حل بي. بالفتح للحجارة والكسر للحرارة، والضم للمختارة من النساء الحجب. حمدت يوم السبت إذ جاء محدي السبت على نبات السبت في المهمه المصطفى. الله، شايفين كيف اللعب في التشكيل يغير لكم معنى الكلمة 100%. صراحة من أجمل الفيديوهات، نهنيها وأكيد مكملين معاكم في احتفالاتنا باليوم العالمي للغة العربية، ولكن بعد الفاصل. احتفاء العالم باللغة العربية في اليوم 18 من ديسمبر والذي أقرته اليونسكو من العام 2012 هو حدث يستحق الإشادة. فاللغة العربية هي اعتزاز كبير تحمل هوية الإنسان العربي الذي كرمه الله بأن أنزل كتابه الكريم بلغته. وتفاعلا مع هذا الحدث أنتقل الآن عبر سكايب إلى نيويورك ولقاء خاص مع الأستاذة هديل العباسي صاحبة مبادرة تكلمني عربي، والتي تقدم اليوم ورشة عمل عن اللغة العربية في مقر الأمم المتحدة. طبعا أهلا وسهلا فيك أستاذة هديل ومنورتنا في ساعة شباب. كيف يمكن بداية أن نفهم هذه الدلالة الرمزية في اليوم العالمي للغة العربية؟ أهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النور نورك. الدلالة هذه يعني تدل على أهمية اللغة العربية، ليس فقط يعني من الجانب الديني ولكن أيضا من الجانب الاقتصادي ومن الجانب السياسي. وجودها كلغة أساسية في الأمم المتحدة لدلالات كثيرة يعني مهمة، وأهمها أنه يظهر لنا وتظهر لنا أهمية هذه اللغة. صحيح. طيب هل نحن نتعامل يعني مع لغتنا العربية كما يجب؟ يعني هل نوليها العناية والرعاية التي يفترض؟ يعني هذا السؤال نسبي، أحس ما أبغى أعمم، عشان إذا عممت هظلم الجهودات الكثيرة والمميزة لبعض المؤسسات، للمدارس، لبعض الأفراد اللي بيسووها عشان يدعموا هذه اللغة. ولكن بشكل عام يعني أنا أعتقد أنه علينا نسوي شيئين، نتعاون كلنا ونخطط كمان عشان يكون العمل عمل متكامل. لو تعاوننا وما خططنا هتكون الجهود ضائعة، ولو خططنا وما تعاوننا هتكون الجهود مهدرة. فلازم يكون في خطة واضحة ونتعاون كلنا، وكل أحد يكون عنده، كل جهة عندها وظيفة معينة، عشان العمل يكون احترافي وبالفعل تكون الجهودات والمجهودات هذه لها قيمة. صحيح. تواجدك الآن في نيويورك لتقديم ورشة عمل عن اللغة العربية في اليوم 20 من ديسمبر، فودنا نعرف صراحة يعني تفاصيل أكثر عن هذه الورشة وأيضا محاور هذه الورشة. الورشة هتكون باسم كلمني عربي. المحاور حقت الورشة، أول شيء هنتكلم عن التحديات اللي اللغة العربية بتواجهها، هنتكلم عن أسباب ابتعاد الجيل الجديد عن اللغة العربية، وبعدين هنتكلم عن كيف يمكن إعادة الجيل الجديد إلى هذه اللغة. بعد ما نتكلم عن هذه المحاور هنتكلم عن حملة كلمني عربي، واللي هذه السنة
هنطرح سؤال على الجميع، أي الأبواب ستفتح اليوم؟ والفكرة الأساسية من موضوع الحملة هذه السنة نبغى نعرف الناس ونبغى الجيل الجديد بالذات يفكر في الأبواب بطريقة مختلفة. نبغى نخليهم يعرف أنه في ثلاثة أنواع من الأبواب، أبواب حسية فعلا موجودة نفتحها ونقفلها، أبواب غير حسية مثل باب النجاح أو باب الصبر أو باب الرزق، والأبواب الغيبية مثل أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب الرحمة، هذه كلها أبواب غيبية نؤمن هي في عقيدتنا ونؤمن بها ولكن ما نقدر يعني نشوفها. فهذه هي الفكرة الأساسية من الحملة، ونبغاهم يعني ينظروا إلى الباب بطريقة مختلفة. جميلة جدا، والأجمل في الموضوع أنه أصبح لديكم مقر جديد في جدة التاريخية، فنبغى نعرف أيضا البرامج اللي بتقدمونها هناك. أيوة، متحمسين إن شاء الله نبدأ في موقعنا الجديد جدة التاريخية، واسمنا في الماضي كان أستطيع أن أتكلم العربية I can talk Arabic، والآن سيصبح اسمنا إن شاء الله الكتاب. ومن خلال موقعنا بإذن الله في جدة التاريخية هيكون عندنا برامج مقدمة للطلاب من الخارج، لطلاب اللي ساكنين الداخل اللي ساكنين في جدة، وكمان عن بعد بجانب التجارب الثقافية المختلفة اللي هنقدمها لكل الناس عرب وغير عرب. جميل، ولكن خليني أرجع كذا شوي معك أستاذة هديل إلى محاور الورشة. ذكرتي محور مهم جدا وهو ابتعاد الجيل الجديد عن اللغة العربية، وصراحة نعم. يعني يمكن هذا المحور لامسني أنا كثير، لأني صرت أشوف بنات أختي وأولاد أخوي وكل الجيل الجديد ما يتكلموا عربي، فتحت إشراف الوالدين ممكن يفقد بعض الأطفال قدرتهم على إجادة اللغة العربية لصالح اكتساب لغات أخرى من مبدأ مثلا اكتساب لغة العصر. هنا ما الذي ممكن أن يفقده الطفل برأيك؟ يعني إجابة سريعة، هقول الإجابة السريعة على السؤال وبعدين هرجع وأتكلم عن أسباب يعني بعد الجيل الجديد عن اللغة العربية. اللي هيحدث للأطفال إنه هيكون عندهم هم عرب ولكن بهوية أجنبية، يعني هويتهم هم اسمهم أنا عربي ولكن هويتهم من جوا أجنبية. فهذه هي المشكلة الأعظم بالنسبة لهذا الشيء. ليش ابتعد الجيل الجديد عن هذا؟ احنا عند ثلاثة أشياء أساسية. أول شيء مشكلة ازدواجية اللغة، يعني الطفل بين يعني نقول له يتكلم لغة عربية في المدرسة لازم يتكلم لغة عربية فصحى، اللغة المكتوبة لغة عربية فصحى واللغة المنطوقة عامية، فهو ما بين لغتين فيقول خلاص أنا ما هتكلم عربي خليني بس أتكلم إنجليزي لأنه أنا متلخبط ماني عارف أتكلم أقول أريد ولا أقول أبغى ولا إيش. يعني في ازدواجية اللغة شكلت للجيل الجديد مشكلة. الشيء الثاني أهملنا إظهار جمال اللغة العربية بالنسبة لأولادنا، يعني ما بنتكلم عن كيف نشأت كيف تاريخها كيف إيش الحرف إيش الكلمة، ما بنخليها ما بنعطيهم هي بطريقة سلسة ومرحة ونعرفهم حقيقة ما هي اللغة العربية. ثالث شيء التعليم، الطرق التدريسية والتقليدية جدا لتدريس اللغة العربية خلت الطالب ينفر منها للأسف الشديد. صحيح، وهذه ونعود تفضلي ونعود للوالدين. الوالدين يعني ليهم مرة يعني مهمة، يعني جزء فعال وكبير جدا في حياة الطفل. صحيح، لازم الأم والأبو يتكلموا بالعربي مع الطفل، رجاء اتكلموا عربي مع أطفالكم، يعني أكيد ما هذه. في أي ما في أي سبب يخلي الأم العربية تكلم ابنها العربي إنجليزي. أكيد، ونحن كذلك نضم صوتنا لصوتك أستاذة هديل، ونتمنى لك كل التوفيق في ورشتك القادمة. يعطيك ألف عافية، شرفتينا ونورتينا. الله يعافيكم يا رب. شكرا. مشاهدينا مكملين معاكم بعد الفاصل لكل الكتاب الشباب، كيف يمكن تحويل الرواية لعمل مرئي مع الدكتورة شيماء الشريف. We'll be right back.
ضمن البرامج المصاحبة لمعرض جدة للكتاب، شاركت الكاتبة الدكتورة شيماء الشريف في لقاء عن موضوع مهم لكل الكتاب المهتمين بالجانب المرئي، حيث كان الحوار في فلك تحويل الروايات إلى عمل مرئي من خلال الأفلام أو المسلسلات والتجارب على ذلك. طبعا المزيد في هذا اللقاء مع ضيفتنا الكاتبة والروائية والطبيبة الدكتورة شيماء الشريف. أهلا وسهلا دكتورة شيماء. أهلا وسهلا لميا. يعني ما شاء الله تبارك الله، في كل مرة أشوف شغفك الثقافي يجي في بالي سؤال اليوم، يعني هل تقاسمت الثقافة والكتابة نصيبها مع أيضا الطبيبة اللي بداخلك، أم ما زالت الطبيبة هي من تتفوق؟ والله ما أقول إنه الطبيبة تتفوق أو الكاتبة تتفوق، أعتقد إنه هي مراحل. في وقت ما أعطي الكتابة قدر أكبر من الاهتمام عن الطب، وفي وقت لازم أغير وقتي بحيث أنه الطب يأخذ الجزء الأكبر. أعتقد هذه المرحلة أي تخصص تحسينه أكثر قريب لقلبك؟ كلهم، بس هذه الفترة مهتمة أني أكون أعطي قدر أكبر من وقتي للكتابة. وجميل موضوع اللقاء اللي شاركت فيه في معرض جدة للكتاب، حدثينا أكثر عن فكرة اللقاء بشكل عام وأيضا العناصر اللي دار الحديث فيها. أنا كان عندي لقاءين، واحد عن رائدات في مجال الخيال العلمي والفانتازيا والمانجا، المانجا ماريا شغل فيها، والثاني كان عن تحويل الرواية لعمل مرئي أو لعمل مرئي سواء مسلسل أو فيلم. ليش هذا الموضوع مهم بالنسبة لي؟ لأنه أخذ وقت طويل ومعاناة كبيرة جدا عشان يتحول، وحقيقي الحمد لله أن الناس جاءت بأسئلة كثيرة عن الموضوع، وأتمنى يا رب أني أكون قدرت أجاوب. في الفترة الأخيرة استضفت كثير من المؤلفين والمؤلفات الشباب، وكانوا ما شاء الله تبارك الله مهتمين كثير بالروايات، وما شاء الله أغلب إصداراتهم كانت روايات، فكنت دائما حريصة أن أسألهم هل من الممكن تحويل هذه الرواية إلى عمل مرئي، فكثير يمكن كان تايه في هذا الموضوع خصوصا من الجيل الجديد وجيل الشباب. فلو رتبنا الموضوع لهم اليوم معك دكتورة شيماء على شكل خطوات، كيف نقدر نسهل الفكرة؟ كيف من الممكن تحويل الرواية إلى سيناريو أو عمل مرئي؟ يمكن هو أهم شيء الواحد لازم يتعلمه قبل أي حاجة، تعلم اللغة، لأنه إحنا في الروايات عندنا لغة معينة للسيناريو والتحويل، يعني إيش يعني معالجة درامية، إيش يعني سينوبسيس، إيش يعني لوج لاين، إيش يعني كاركتر بروفايل. وفي كثير أماكن لتعلم هذه الأشياء، منها ماستر كلاس، منها يوديمي، منها في حاضنات دحين جديدة بدأت تسير للناس اللي الروائيين، عموما لأي أحد عنده شغف إن هو يكتب للتلفزيون أو للسينما. فهذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية التعرف على الحاضنات وعلى الجهات اللي ممكن تدعم هذا التحويل، زي مثلا عندنا أفلام السعودية، زي عندنا مثلا الكلتشرال فند إلى آخره، وموجودة جدا كثير. بعد كده يصير التقديم وطريقة التقديم، وهذا كله صار موجود أونلاين بالسهولة هذه. حاليا يعني انا الغرض من وجودي في هذا اللقاء، والغرض من اللقاء في معرض الكتاب، انه انا دورت على هذه الخطوات بنفسي. فدحين اتمنى انه انا باي طريقه اقدر اكون لخصتها للمهتمين. حلو، طب خلينا ناخذ مثلا تجربتك في انصاف المجانين كتجربه واقعيه تحولت الى عمل مرئي، كم اخذت منك وقت عشان تحوليها من روايه لعمل مرئي، وتشرحي لنا ايضا تفاصيلها؟ اخذت مني 3 سنين تقريبا. 3 سنين التحويل؟ ايوه، عشان اوصل لجهه ويقبلوها، لانه انت لا تنسي يعني ما في شيء يجي بالساهل، فدائما يعدي في يعني عديت برفض طبعا، إلين ما جت منصة عالمية وقالت لي إحنا نأخذها وحنحولها. طبعا ما كان عندي ذاك الوقت أي فهم إيش يعني المصطلحات اللي دوبي قلت لك إياها، وبعد كده أخذتها
الأستاذة مريم نعومة وكتبتها، بس أنا كان لازم أفهم إيش المكتوب قدامي. فأيوة أخذت 3 سنين إلى ما طلعت على منصة عالمية، والحمد لله طلعت بنتيجة ممتازة جدا. متحمسة كثير أشوف المسلسل، خصوصا أن فيه ما شاء الله أبطال كثير من الوطن العربي، وتحمست أتابع. طب قولي لنا كذا خلاصة القصة أنصاف المجانين. أنصاف مجانين هو عبارة عن شخص يتنقل له قلب من شخص آخر، ويصير هذا المتوفي أو المعطي للقلب يتكلم مع الريسيفر أو مع المتلقي ويطلب منه أشياء، بينما هو المتلقي مو قادر يساعد نفسه عشان يساعد غيره. أتكلمت فيها عن كثير أشياء، عن دلم الاكتئاب والأمراض النفسية، تكلمت عن الأصوات اللي كثير من الناس يعانوا منها والتخبط اللي ممكن يعدوا فيه، وتكلمت كمان برضو طبعا عن الضغط اللي ممكن الشخص يعدي فيه في حال لما يكون معدي بأمراض نفسية. الله. طيب من خلال يعني خبرتك في مجال الكتابة، إيش برأيك أكثر الصعوبات اللي ممكن تواجه الكاتب في هذا المشوار؟ أكثر شيء إنه بداية الطريق، وإنه عادي لو عديت يعني اليأس اللي ممكن يجي أو التحطيم النفسي اللي ممكن يجي لما الشيء اللي أنت تبغاه ما يصير، لكن المهم إنه نبكي شوية بعدين نرجع نكمل. طب هل في فرق بين مثلاً المسلسل والرواية؟ طبعاً كل الكتاب اللي حاولوا إنهم يحولوا رواياتهم بالضبط لمسلسل أو فيلم فشل الفيلم أو المسلسل، لأنه أنت بتتكلم هنا عن شيئين مختلفين تماماً، بتقارني تفاحة برتقالة، هذه عوامل نجاحها شيء وهذا عوامل نجاحها شيء مختلف تماماً. فلازم تعطي زي ما أعطينا الاحترام للرواية، نعطي الاحترام ذاته للمسلسل أو الفيلم. ومن أجل أحياناً سياق الحبكة في الفيلم، فأقدر أقول الرواية معرضة لمثلاً حذف أو تعديل فيها، فهنا كيف ممكن أيضاً تتحول إلى فيلم بدون البعد عن الرواية الأصلية؟ هي لازم تبعد، مستحيل وتتغير بالكامل. يعني كم تقريبا؟ أنا أقول إنه أنجح الروايات أو أنجح الأفلام أو المسلسلات اللي تحولت روايات حافظت على 60% على حد أعلى من الرواية نفسها، أكثر من كده أعتقد إنه خلاص يعني حيفشل منتج. بس ما تحسي هذا ظلم في حق الكاتب أو الروائي؟ كمان أنت ما تبي يكون ظلم في حق الجمهور وفي حق المسلسل أو الفيلم نفسه، لأنه لا تنسي في الرواية أنت بتتكلمي مثلاً عن أو بتوصفي كيف الشخص يحس، في المسلسل أو الفيلم أنت بتوريني الشخص كيف يتصرف. أيوة. لازم أشوف، لازم ما أسمع. وبالعكس في المرات اللي تحاولي تبيني بزيادة الشخص كيف بيحس، المشاهد يطفش. فعشان كده وهذا جزء الكاتب لازم يتخلص فيه شوية من الإيجو حقه، لأنه أنا بالنسبة لي ككاتبة أنا أتمنى أن الرواية تفضل زي ما هي. صح. بس كمان لازم تكوني منصفة بحق، طالما أنه أنت قررت تحوليها لمسلسل أو فيلم برضو لازم تكوني منصفة بحق هذا المشاهد. بالضبط. طب هل نقدر نقول اليوم بأن الفكرة الآن أصبحت سهلة جدا للكتاب والمؤلفين، خصوصا مع توفر بيئة صناعية للسينما بشكل أكبر من السنوات اللي فاتت؟ جدا أنا أعتقد أنه هذا الوقت ذهبي جدا في تحويل الروايات، ودحين ما شاء الله تبارك الله في كثير روائيين بدأوا يحولوا ومستعدين يحولوا. وأعتقد كمان في نفس الوقت المشاهدين برضو عندهم تعطش لهذا النوع من المحتوى، فأعتقد أنه هذه الفترة حتكون فترة ممتازة جدا لتحويل الروايات لأعمال مرئية. وأنا شخصيا اللي واضح لي اليوم بأن هذه التجربة يعني فتحت شهيتك أكثر لتجارب قادمة في السينما، فهل جالسة الآن تحضري لأعمال قادمة ممكن نتكلم عنها؟ أيوة بإذن الله، دحين أنا بشتغل على كتابة مسلسل تماما من كتابتي، يعني ما حيكون إنه حعطيه لأحد يكتب السكريبت، لا حكون أنا اللي بكتبه، ورواية
اسمها فاكهة الجنة بإذن الله، برضو شغال عليها إن شاء الله خلال الست شهور القادمة بإذن الله تكون موجودة. جميل جدا، نحن نتمنى لك كل التوفيق فيها دكتورة شيماء، نورتينا وشرفتينا، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم بعد الفاصل، شخصيات الأنمي والألعاب والكوسبلاي تبهر الزوار في معرض جدة للكتاب. غريب ابدا انك تشوف عشاق شخصيات الانمي من الشباب وهم يتنافسون في اظهار جميع التفاصيل وباحترافيه شديده لشخصيات الانمي والالعاب اللي اصبح لها جمهور كبير من المتابعين يتزايد بشكل مستمر. الفكره ليست مجرد تقليد بقدر ما هي هوايه في الاقتراب من تجسيد هذه الشخصيه باحتراف وفن. عثمان احمد وطلال كراني والمزيد حول هذا العالم في هذه الفقرة. أهلا وسهلا شباب، نورينا صراحة. متحمسة كثير أعرف عن الشخصيات اللي لابسينها اليوم، ولكن قبل ما ندخل في تفاصيل هذه الشخصيات عرفوني عليكم أول وعن حبكم وعشقكم لهذا الفن. أبدأ معك طلال. معكم طلال كراني، طالب جامعة الملك عبد العزيز. هوايتي يعني كانت يعني صراحة بداية السنة هذه، وصراحة ما توقعت ان الشيء ذا انه يكون مره يكون يعني تفاعل بين الجمهور الانمي وفي السعوديه بالذات. وصراحه يعني كانت انطلاقه مره قويه بالنسبه لي، وصراحه انطلقت في اكثر معرض، وما شاء الله الاخوان هنا ما ساعدوني صراحه في كل شيء، فانا اشكرهم لهم في كل حاجه معي. اكيد. بالنسبه لك عثمان. عثمان احمد عثمان، تقريبا خريج اداره موارد بشريه، لكن اخذت هذه كهوايه الى مسار عملي. شتان. نعم شتان. والله اسمعني بمقوله اللي يعني مو لازم تتخصص يعني او تشتغل على تخصصك، لكن احيانا الواحد رغباته تكون اكبر من التخصص اللي هو يبغى يسويها. بدات تقريبا في الصناعه من 2019. وبدات مره ابحر فيها واتعمق. طب خلينا نبدا معك طلال، عرفنا عن البدله والشخصيه اللي لابسها اليوم، خلينا نتكلم عنها. شخصيه انا لابسها هي من انمي ون بيس باسم بورتوكاز دي اس، والنسخه اللي انا لابسها هي نسخه عربيه، وكان في الجزيره العربيه انه لابس اللبس ذا انعش خوفا من الشمس والحراره ان لا يصير حرق عليه جسمه، ولكن الشخصيه هي عباره عن جسمها ناري. فما تهتم في الشيء ده، بس انه كان كشكل عربي انه يختلط بين الجماعه العربيه في نفس المسلسل. وكان اول شخصيه لي، وكان صراحه من افضل الشخصيات اللي عملتها، يعتبر التوب عندي، التوب نمبر 1. بس صراحه كان يعني شغله بسيط، وكل ما زاد التفاصيل زي ما تشوف السلاح، الشنطه. الشنطه الصغيره، الساعه اللي البوصه. الله، حبيت الساعه. وهذه عباره كلها خشب وزي اللمبه وقزاز، شيء يعني تمديك تبدع في اشياء مره كثيره في انت كلها مصممها بنفسك يعني تسويها بنفسك؟ حبيت التفاصيل. طب كلمني اكثر يعني عن هذا العالم اللي اقدر اقول بانه صار له ما شاء الله تبارك الله الاف من المعجبين. خلينا نعيش معاكم اهتماماتكم وايضا المناسبات اللي بتجمعكم لهذا العالم. هو المناسبات اللي تجمعنا زي مثلا عندك في الرياض انا سعود انمي اكسبو، معرض رش، وكوميك كون، يعني معارض جدا جدا كثيره. واللي خلاني اللي كان يعني كيف نتجمع، طلب من شاش اسمه اخونا الكبير سعود الهزاني يجمعنا كل الشباب الكوسبلاير والبنات الكوسبلاير كلهم، ومن دونهم الاخ عثمان. تطلعوا فعاليات مع بعض، تجمعوا مع بعض. يعني صار نستمتع مع الجمهور، وكان يعني صراحه كان كل منطقه تفرق عن الثانيه. الرياض جماهيرها كثير، جده جماهيرها اكثر، لكن يعني الرياض دائما هي تعتبر العاصمه وكل شيء فيها، فمره الفعاليات والمناسبات بتكون هناك. هناك اكثر. جميل. طيب عثمان، يعني تقمص هذه الشخصيات كيف بيكون؟ يعني هل الاختيار اللي اقدر اقول علاقه بالشخصيه اللي تحبها اكثر، تحب انك تتقمص شخصيتها، وانت تبحث مثلا عن الشخصيه الصعبه اكثر؟ لاني ملاحظه من الماسكات هذه اللي شفتها قدامي، او اقنعه الوجه اللي شفتها قدامي صعبة مرة وتفاصيلها كثير، فحكي لي أكثر عنها. هو أول حاجة لو نجي نتكلم عن الكوسبلاي عموما، أول حاجة هي كلمة مشتقة من كوستوم وبلاي، معنى الزي والتنكر أو اللعب. يعني غالبا الصناعات أو الكوسبلاي عموما
هم كل واحد دائما يعني اي شخص او حتى يمكن انت عندك شخصيه نفسك تسويها، سواء كانت من شخصيه بطوليه ولا من فيلم ولا من مسلسل. فانا يمكن احب الانميات لانه الانميات فيها شخصيات جدا كثيره، وهذه اصلا ثقافه في اليابان. يعني اليابان جزء من ثقافتهم ترى الكوسبلاي او تقمص الشخصيات عندهم. فانا من احدى الشخصيات اللي احب اسويها مثلا زي الاخ طلال يحب يتمكيج مثلا يستخدم هذه الشخصيه، انا ما احب المكياج، عندي مشكله مع الحلاقه. فاضطر اخذ الشخصيات اللي عندهم اقنعه. اسهل بالنسبه لك؟ مو اسهل كتقمص شخصيه يعني. كتقمص ممكن يعني ممكن مثلا التفاصيل اللي انا بسويها في الصناعه ممكن بتكون مو سهله، الوقت بياخذ اكثر، واضافه عشان نطلع ذي التفاصيل ياخذ مجهود مره كبير. يعني احيانا يعني مثلا زي هذا الشعر، الشعر هذا بس لحاله الاحمر ترى 15 ساعه بس عشان يتركب. دولاي تفاصيل كثير واضح جدا انه أيوة. صراحه الالوان يعني هو لو قلت لك المود مثلا في اللين اي في فوم الوان اكريليك، هذه انت بتسويها بنفسك؟ ايوه بنفسي. من جد؟ ايوه والله. انت بتصنعوا هذه الاقنعه؟ نعم. انتوا بتصنعوا كل الازياء اللي شايفينها؟ ايوه بنسويها كلها كامله. حتى اللبس هذا انا ترى مخيطه يعني مخيطه بنفسي، لانه مثلا لو جيتي تشتريها جاهزه ما بيعطيك اياها بالتفاصيل، ما بيجي على جسمك، لكن انا بجيب مثلا الباترن او المقاس حقي بروح عند الخياطه وعندي في البيت بحاول سويها عليها، يعني زي تفاصيل الجلود مثلا اللي موجوده، التغبير اللي موجوده على الملابس، هذا الجهاز ما بيعطيك اياها، انت لازم تكوني فيها. اضافه انه المتابعه، يعني انا بشوف الشخصيه في الانمي او من الفيلم بحاول اتقمصها نفسها على الحقيقه. وغالبا انا ما اختار الشخصيات الصعبه، اختار الشخصيات اللي هيئتها ممكن تيجي على هيئتي اللي تناسبك اكثر. نعم. طيب كلمني عن الشخصيه اللي انت لابسها اليوم، يعني تاريخها وتفاصيلها. الشخصيه هذه من انمي اسمه أكاديمية بطلي أو ماي هيرو أكاديمي بالإنجليزي، وبالياباني بوكونو هيرو أكاديمي. يتكلم عن بطل ما كان عنده قوة أصلا وأخذ قوته عن طريق بطل أقدم منه، هذه فكرة الأنمي. فهو مرة يحب يكون بطل، وسبب هذا الشكل طبعا البعض أنا بحرق عليهم أنه هي من المانجا أو زي ما يقول من القصة المصورة. بيعرض الآن في هذا الجزء، الأنمي هذا له منه 5 أو 6 أجزاء الآن، الجزء السادس قاعد يمشي حاليا. فالشخصية اللي أنا سويتها له هذا بعد ما هو عصب، لأنه أساسا هو عنده زي الهودي يلبسها زي الأرنب يعني يحب يمشي فيها، فهذا هو بعد ما عصب يعني وفك القوة الأخيرة حقه كذا يتقطع شكله وملابسه تتقطع ويصير يعني متوحش أكثر يعني حتى يصير يضارب مع زملائه في المدرسة إنهم ما ينقذوه، لأنه المهمة اللي رايح لها مرة صعبة. فألفتني يعني، ومثلا حتى هذا يكون كشخص عادي لكن عشان ينقذ ناس يقوم يفك القوة الأخيرة حقه يصير زي الحجر. أي فزي كذا يعني هذه الأقنعة خاصة بنفس الشخصية. نعم بنفس الشخصيات هم كذا أشكالهم في الأنمي يعني. وأنت ما شاء الله جسدتها به تفاصيلها بالكامل. طبعا التجسيد يعني مو بقول إنه صعب لكن في نفس الوقت ما هو سهل. أي طيب كيف ممكن مثلا طلال تستفيد من هذه الهواية، خصوصا إنك افتتحت متجر خاص فيك، فإيش بتسوي كيف بتستفيد منه؟ والله هو تستفيد منه أول شيء يعني شعبية الناس وتتعرف على ناس كثير وتستفيد من الناس منه، مثلا تلاقي ممكن واحد ما شاء الله يفيدك من ناحية إنه تلوين، يفيدك إنت تعلم منه أشياء. وبعدين قلت أنا الهواية دي عجبتني صراحة، فقلت لما أنشرها، لما أنشرها بطريقة صحيحة وبطريقة يعني أخلاقية لكل الناس. فبعدين زي ما تشوف برا يعني بعدين يسوي أشياء، فإحنا هنا في السعودية بننشرها بطريقة صحيحة. مثلاً نشوف الأسلحة ما تكون حادة، ما تكون ضارة، ما تكون مودية لكل الناس، إلا مثلاً في أوقات العروض، يعني زي مثلاً تقولي السينما، فلازم تكون قريبة من الحقيقية. فندور أشياء بسيطة وتكون موفر للناس. فبرضه أنا أبيع منتجاتهم الأنمي مثلاً ون بيس، ناروتو، أتاك أون تايتن، هذه كلها الأنميات دي جداً جداً حتلاقي فيها كان الناس لو بعض الصور حتشوفيها كلنا متجمعين بالأسلحة دي، في حين نصنعها مثلاً طلب خاص حين نسويها لهم. فالواحد بيتعلم مننا وفي نفس الوقت إنه ما عنده وقت فيجي عندي في المتجر بس. طب مثلا يعني هل في منافسات او مسابقات بتصير، وكيف بيكون معيار التميز فيها؟ المسابقات في كثير جدا جدا، المنافسات صراحه جدا قويه في عالم الكوسبلاي. يعني يكون مثلا منافسات تفرق عن واحد شخص لشخص، مثلا في واحد انه يسوي الاشياء بنفسه زي ما عثمان يسوي كل شيء من الصفر، في شخص ياخذ اشياء جاهزه بس ممكن ياخذ جاهز ويضيف عليه اشياء فهذا برضو ابداع. مثلا دقه الشخصيه نفسها هي نفس الانمي، جسم البني ادم نفسه، يعني حتى الجسم الشخص نفسه الحقيقي يلعب دور، واحد يروح النادي يمارس الرياضه عشان يطلع بجسم الشخصيه بالضبط.
فهذه برضو من أحد الأسباب إنه يفوزك تكون من الأفضل في الكوسبلاي. وأنت بالنسبة لك يعني عثمان كيف بتحاول إنك تتميز في هذا العالم؟ والله أنا أحاول أدور الشخصيات اللي ما حد مسويها وأسويها. ليش؟ هذا أكثر شيء. لا يعني لأنه مثلاً لما نحن بتدخل معارض الأنمي مثلاً زي سعودي أنمي إكس ولا مثلاً زي معارض الألعاب هتلقي لازم في شخصية كل الناس تسووها. يعني مثلاً في شخصيات من الأنمي الكل يكون مسوي زي مثلاً الجوكر من فيلم باتمان كله مسوي جوكر. فغالبا انا احب اخذ كذا شخصيه نوعا ما ابغى اتميز فيها يعني عشان اجي معرض انه ما حد سواها الا مثلا انا. مثلا احيانا يصادف انه في شخص ثاني يكون سواها معايا لكن انا دائما ابحث لكن قليل يعني مو ناس كثير احاول دائما ادور شخصيات ما حد سواها هذا غالبا. يعني مثلا واحده من الشخصيات في المسابقات اللي شاركت فيها كان اسمه كريتوس من لعبه جاد اوف وار نزلت دحين اخر حاجه. طبعا سويتها لانه مواصفات الشخصيه شويه صعبه يحتاج جسم يحتاج انه يسوي ميك اب على وجهه ويمكن هذا اول مره اسوي فيها ميك اب ويحتاج كان وقتها صناعه مره سويتها حتى تقمصتها لدرجه يعني اللي حولي ما عرفوني اتفاجئوا يعني لما قلت لهم عثمان كيف عثمان وطبعا شخصيه تغيرت بالكامل يعني ايوه لانه هو شخصيه اصلا اصلع ملط ما عنده هذا اللي دقنه فانا تخيل لما احلق هذا كله كيف حتعرفيه ما حد حيعرف هو هذا واضافه يعني جسمه كامل بالابيض وعنده ندبه حمراء هنا على عينه وماسك اسلحته دروعه يعني حتى واحد من الحكام نفسه كان موجود اللي هو سعود ولا هذا المفروض يسالني عن المسابق شيء جلس يطالع فيه اللي يقول لي كيف سويته ايوه فدائما انا ابحث مو على الاشياء الصعبه الاشياء اللي فيها تفاصيل زي يعني مثلا هذا لو تيجي تطالع دحين مثلا في القناع حقه من الفم مو زي اللي فوق عملية الحرق إنه كأنه فعلًا محروق ما كأنه بس خرج من قتال تفاصيل جدًا كبيرة. تبارك الله أنت اللي بتتقمص الشخصيات خصوصًا في عالم الأنمي بتهتموا كثير بالتفاصيل الصغيرة لأن هذه يمكن اللي بتبرز للناس واللي الناس بيلاحظوا فيها ومهتمين بأدق التفاصيل في تقمص الشخصيات. فبعرف يعني إذا مثلًا بتتقمصوا شخصية كم يأخذ منكم وقت ومن إيش تبدأوا هل ككاركتر مثلًا شخصية أو مثلا ازياء او مكياج يعني انا اذا مثلا جيت اتقمص شخصيه من وين البدايه تكون هو اول حاجه ايش الشخصيه اللي بتتقمصيها اذا كانت من الالعاب الالعاب فيها تفاصيل مخيفه فيها تفاصيل ترى اكثر من الانمي خيالية يعني غير واقعية لا مو غير تتسوى لكن تفاصيلها تخوف يعني حتى في بعض الشباب يطلعوا لك الشخصية بس ما يقدروا يحطوا 100% حق نفس الشخصية لأنها صعبة لأنه في النهاية هذه مرسومة يعني عن طريق الكمبيوتر ولا شيء وفي ناس ترى تسويها لكن يعني الكوسبلاي ما هو مكلف ماديا قد ما أنه مكلف في الوقت ترى الوقت يأخذ يعني أنا مثلا واحدة من الأشياء اللي قلتها مثلا زي هذا الشعر 15 طب هذا الوجه لحاله أخذ مني بس 4 أيام أفكر كيف أسويه ترى بس أفكر عشان أحاول ما أغلط الفك اللي تحت لما جيت أركبه مع اللي فوق أخذ مني قرابة 20 ساعة عشان احاول يعني الصقه في بعض اذا انت مثلا تبغى تسوي شخصيه اولا هل الشخصيه عندها دروع ولا بس لبس اذا عندها لبس بسيطه بس اذا عندها دروع لا حتتوجهي لاشياء الدروع اما تسويها عن طريقه الفوم او طريق الفوم زي ما احنا بنسوي او اللي هو 3 دي برينتر زي السلاح حق اخونا طلال هذا 3 دي برنت بيطبعه كامل بس بيجيب لك اياه كماده خامه مجوفه انت بتلونيها بعدين. حلو طب مو سهل اني اطلب مثلا من برا اذا ما كانت متوفر عندنا؟ الطلب موجود والاسواق موجوده تبيع لكن ما حتعطيك اياها يعني بالشكل اللي انت تبغيه، هو ممكن حتشوفيه من الصوره او انت لما تطلبيه شكله جدا ممتاز ومبهر لكن مو بالمقاس اللي تبغيه، يعني كمثال انه مثلا هذه الشخصيه ميدوريا اللبس هذا حقه موجود في كل المواقع وكله يبيعه المواقع جدا معروفه لكن ما حد بيعطيك اياها بالتفاصيل هذه لانه الواحد لما بيسوي لنفسه مو زي لما بيبيع لكميه كبيره صح أيوة. طب هل مثلا طلال عندك تحدي قادم نفسك تنفذه خصوصا كشخصيه او فكره وتحس انها صعبه والله التحديات هو في تحديات كثيره مثلا اتقمص شخصيه واتقنها زي مثلا شخصيه ديو من جوجو هذه كان يعني خلال قبل يومين عملتها لاول مره يعني صراحه انا لازم اطلب شخصيه لازم تكون مضبوطه فان شاء الله في المستقبل شخصيات كثيره جدا واذا اتقنتها تعتبر كتحدي جديد لي كل ما جبت شخصيه تعتبر تحدي لي ولكن من اقرب شخصيه بالنسبه أقرب لك شخصية لي ممكن تحسها انت
في كثير كثير يعني في أيه. ممكن جريمجو من انمي بليتش، هيسوكا من انمي هانتر اكس هانتر او القناص بالعربي. يعني في شخصيه سريه ما احب اقولها بس ان شاء الله لما نظبطها وتعتبر اول مره اتعامل فيها بالدروع. فانا شخص ما احب الدروع، ما احب اسوي اني اخبي وجهي بالاشياء هذه. اذا كان شخصيه فيها دروع يمديني احطها في جسمي عادي. بس كدروع انا ماني بيك فان لها. انا احب بس ان اكون قماش وزي شغل واحد اسمها سومي كوسبلاي تحب الأقمشة، فأنا أتعلم منها أشياء كثير. والأخ سعود برضه هو حق دروع، بس أنا أتعلم من الاثنين، هم اثنين قدوة في الكوسبلاي. ف يعني جدا جدا أشياء تحديات كثيرة جدا لي. نهتنا لك توفيق فيها أكيد. وبالنسبة لك طيب عثمان، هل في تحدي جديد لشخصية حاب أنك تنفذها؟ لا والله دحين يعني ما عندي تحديات قد ما أني أحاول أنجز. دائما عندي خطة أني في كل سنة أحاول أقفل عدد معين من الشخصيات. هو في شخصيتين كانت يعني الحمد لله سويتهم، اللي هو كريتوس، وفي اللي هو مثلا من شخصيات الأبطال هذولا. لكن حاليا دحين إن شاء الله بداية السنة الجديدة والمعارض قاعدة تزيد، عندي كذا شخصيه يعني حاب اسوي مثلا زي من انمي ون بيس مع طلال مثلا، يمكن بنكون سوا. الله حلو. وقبلها يمكن سويت لو تعرف شخصيه جون سنو من جيم اوف ثرونز. اي ايوه سويته برضه. هذا اول لبس كنت البسه. أي. تقريبا هو كراتوس اكثر اثنين يعني جو على يعني على شكلي تقريبا. اما البقيه غالبا حاول اتخفى فيهم. طب وكيف كانت تجربتكم في معرض جده للكتاب لما شافوكم الناس؟ وزي ما شفنا في الفيديوهات الاطفال صاروا يتصوروا معاكم، عرفوا الشخصيات الموجودة، كيف كانت هذه التجربة بالنسبة لكم؟ والله تجربة حلوة، الإقبال مرة كان حلو يعني من صراحة حتى من الأهالي والكبار والصغار، يعني خصوصا يعني إنه البعض يعني حتى من الكبار لما بيشوف شخصية هو قرأها أو تفرجها شافها قدامه وبيلقى يعني أحد متقمصها بصورة صحيحة، فيمكن شعور جدا حلو. حتى أنا كشخص من يجي يسألني أو حتى لما أحد يجي يتصور معي بقوله تعرف الشخصية، بيقوم يحكيني أحداثها أو سر إيه. فأشياء جميلة والله، فعلا تجربة مرة كانت جميلة. جاي نحن لكم كل التوفيق في هذا المجال، شرفتونا ونورتونا. شكرا. نورك الله يسلمك. مشاهدينا بكذا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من فريق ساعة شباب، ومني أنا لمياء غالب كل التحية، فمان الله. We'll be right back.